محمد صلاح. وعن محمد صلاح. صح. وانت ازاي كنت لعيب كوره وبتقول لك جاب الكوره مش عارف اشطها؟ لا لا مش عارف بتعبير غريب جدا، مش عارف اشطها كده ونطت من فوق ولا ايه؟ انا عارف تقول اشطها ولا قلت ايه؟ مش اشطها، هو بيسنن. انا عارف انت عملت ايه؟ اسمه تشيب باس. ايوه تشيب بتاع حاجه كده. تشيب باس يعني خبطها من تحت كده عشان تطلع الزل تلعب لفوق. ايوه ايه علاقه محمد صلاح بالقصه؟ يبص لصوره محمد صلاح. يا سلام. مش ضروري بقى تاريخه وتبرع بكذا وبتاع، هذا الرجل تبص يبقى شفته مصري. لما تشوف مصري تقول الحمد لله لنا مصري. وتعرف يعني ايه طيبه مصريه تبقى قويه، هو في اقوى من واحد ياخد كل الحاجات دي في السن ده؟ تمام. فالطيب هنا مش ضد القوه. وتعرف نيجي بقى للرضا اللي انت شاورت عليه ده. ايوه. الرضا مع هذه الكفاءه تروح كسر الغرور ومنتشره. كسر الغرور ومنتشره. الرضا معدي حتى بيني وبين ربنا رضي الله عنه وارضوا عنه.